كابتن سفيان داوود نجم الكرة الجزائرية الكبير، برحب بحضرتك في البداية، وعاوز اخد رأي حضرتك في مباراة الاهلي مع وفاق الصيف في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا. اخي اولا اهلا وسهلا بك، مرحبا بك في بلدك تاني وانا وهي الجزائر. نحن ان شاء الله مصريين اشقاء وبلد واحد ومسلمين نحب بعضنا البعض. ان شاء الله هذه المقابلة تاع وفاق الصيف مع النادي الاهلي مقابلة كويسة، لان فريقين مع فريق الاثنين عندهم لاعبين كويسين، وعندهم فرق معروفة معروف بالالقاب وبالتتويجات هيتو. ان شاء الله تكون مقابله في المستوى يتمتع بها كلتا الجمهورين، وهذا ما عندي ما نقول ان شاء الله. فيما يخص منتخب الجزائر في الوقت الحالي مع الكابتن جمال بالماضي في الحقبه الجديده بعد الكابتن رابح ماجر، كيف ترى؟ يا اخي جمال بالماضي احنا نعرف كان كلاعب انسان معروف المبادئ تاعه بالانضباط تاعه، لاعب كبير، لاعب في فريق كبير في اوروبا، مارسيليا، مانشستر يونايتد، وراه يزيد راهي كما حنا نقولوا راهي يزيد يبروفي كما حنا نقولوا كونفيرميشن في الساحه الثانيه في ساحه التدريب. احرز على ارقام في قطر، عدى مواسم رائعه كمدرب، وهذه المره شوفوا في الجزائر جا صنع الحدث، دار ثوره في المنتخب الوطني بعد ما كان المنتخب الوطني فيه كان مر فترة صعبة شوية. الآن تفرجنا المقابلة الأخيرة وشنا وجه لاباس به تاع المنتخب، خصوصا في الجانب التقني، في الجانب كما حنا نقولوا لا ديسيبلين جديدة علاقة، شنا فريق لاباس به. اليوم إن شاء الله عندنا مقابلة في البنين، إن شاء الله الصغيرة ستروف يزيدوا يبينوا الإمكانية تاعهم، ونظن الفريق راه بخير إن شاء الله. تمام، بخصوص مباراة وفاق الصيف والأهلي، نتيجة 2-0 للأهلي في القاهرة، هل تؤثر على حظوظ وفاق الصيف هنا أم عامل الجمهور والأرض ممكن يدي دفعة لوفاق الصيف؟ أخو تكون مقابلة صعبة، لأن فريق وفاق الصيف يدخل بعقلية راه منهزم 2-0 نتيجة شوية الآخر، كون يعرف يحتفظ عليها المنتخب الأهلي تكون مهمة صعيبة للصيف. ولكن توجد كما قلت عامل الجمهور، عامل الضغط وكل شيء، نجمو ثاني يعني المقابله تكون صعيبه، ما تنجمش ما فيهاش تكهنات.